فساد الحضور مع حفظ المقامات والمراتب أسعدتم مساء. هذا المهرجان خلاصة جهود قسم النشاطات الطلابية في جهاز الإشراف والتقويم العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ألا وهو حصيلة جهود شعبة النشاطات الفنية ومحورا لفعاليات فنية جديدة نود أن تساهم فيها جميع الجامعات والكليات متمثلة بأقسام وشعب النشاطات الطلابية في الجامعات العراقية. الكلية الإسلامية الجامعة، العمل المسرحي استفزاز تأليف المدرس المساعد عقيل عبد الرزاق من إخراج كرار حيدر الجنابي، الممثلون حسب الأدوار محمد معن الحسيني، علاء حمود، همام رياض، علي نافع. كان على الديكور كرار حيدر الجنابي والإضاءة من نصيب أكرم فرحان، الموسيقى سعد قاسم الموسوي، الأزياء حيدر عبد الكريم، السينوغرافيا حيدر فوزي. إنه العراق، تلك هي الآلام، تلك هي الإرهاصات، سنشاهد معكم هذا العرض سادتي. Ha ha ha!
تغلق الأبواب فالصبح آتي.